الارسنسيال بلش سنة 1984 مع ذوي الاحتياجات الخاصة وبلشت لتساعدهم ليأمنوا مستقبلهم وحياتهم الاجتماعية ويشتغلوا ويدبروا شغل ويتجوزوا ويصير عندهم بيت واستقلالية. مع الوقت صارت الارسنسيال تتطور مع سنين من 84 لل 21 عملت 7 مشاريع حسب الحاجة والبيئة اللي عشنا فيها. مع هالحاجة الكتير قوية الارسنسيال شافت انه في حاجة كبيرة للاستشفاء والمدارس وشايف الحاجة انه هالقد كبير الاستشفاء مدارس. كان عنا اتصال بمؤسسة فيليب جبر واللي هي تبنت المشروع وتساعد الاكبر عدد وساعدنا بسنة 2021 769 ولد وبسنة 2020 و19 بين 300 و400 لانه الحاجة كانت كتير عم تكبر والمشاكل العالم كانت كتير عم تكبر ونحن عم نسعى نأمن اكتر لنقدر نساعد اكبر عدد من هالسنة لسنة الجاي مع أكتر للولاد ليضلهم بمدارسهم ويضل عنا جيل عم يتعلم ونوقف حده لآخر لحظة وكل ما نحن قادرين ما رح نقصر. والحلو بأركونسيل أنه عطول كل فترة بتعمل فورماسيونات للأشخاص اللي موجودة معه لحتى تضل تطور فيهم. بلشت أركونسيل كان عندها بروغرام واحد أو بروغرامين، هلأ عندها عدة برامج تقدر تساعد فيهم. عندها برنامج الانفيرنمون اللي هو الداو، عند الجناس، عند الاجريكولتور، عند عدة بروغرامات تقدر تضل تساعد بالمجتمع وتطور بالاشخاص الموجودين. لكن اركونسيل المهم الاهمية تبعها انه صارت هي مرجعية اذا بدك بلبنان وبالشرق، لانه الطريقة اللي بتشتغل فيها كتير طريقة حلوة، طريقة الاستفادة من الخدمة سهلة، ما بدها كتير بروسيديرات تقدر الواحد يحصل على الخدمة تبعه. والاسبري اللي موجوده بأركونسيل مش موجوده وين ما كان. الاشخاص اللي بيشتغلوا بأركونسيل بيعرفوا انه وقت يجي حدا بده ياخذ خدمه من أركونسيل هذا حقه المكتسب له. بأركونسيل الشخص اللي عنده اصابه او اعاقه عم بحس حاله منتج وهو ناطر تيجي العالم لعنده تهو يساعده، يعني بطل هو شخص عنده اعاقه، صار شخص منتج وصار هو عم بيقدر يساعد اللي حواليه. الموظفين او مستفيدين كلهم موجودين، بتحس وقت يفوت لهون يشتغل بأركونسيل بيبعج بيشتغل بغير روحية، بينسى طايفته، بينسى دينه، بينسى كل أمور تبعه. يا ريت بنقدر نوصل يكون لبنان مثل ما هي أركونسيل.